انك تحاول تتعافى دي حاجة هتاخد منك وقت ومجهود، لكن لو عايز الوقت والمجهود يقلوا تعمل ايه بقى؟ افتكر ان هم اذوك ازاي فهتنسى بسرعة، لان ببساطة هتقل قيمتهم في عينيك. خليك مقتنع ان اي حد انت مقدره علشان كده انت بتتضايق لما بيزعلك او بيعمل اي حاجة انت ما كنتش متوقع منه الحاجة دي، انت بتقدر اللي قدامك من خلال شعورك من ناحيته، يعني انك بتحب الشخص ده فعشان كده انت بتكون مقدره، وفي نفس الوقت يوم لما الشخص ده بيخذلك او بيوجعك انت بتزعل جامد لانك انت كنت حاطه في مكانة مختلفة عن اي حد. لو انت بقى حصل معاك اي موقف وحش من شخص قريب منك ومش عارف تتعافى، تعالى بقى اقولك هتتعافى ازاي. اول حاجة خد وقتك كويس قوي في الزعل، في العياط، في اي حاجة مضايقك، طلع كل الطاقة السلبية اللي جواك. تاني حاجة تعملها انك تتعرف على ناس جديدة، روح اماكن جديدة انت ما رحتهاش قبل كده، صاحب ناس جداد، دخل في حياتك ناس انت ما كنتش مدخلهم او ما كنتش تعرفهم، يعني بمعنى اصح اعرف ناس ما كانش ليك علاقة بيهم قبل كده. وخليك عارف ومتأكد انك كان لازم تمر بأي حاجة وحشة انت مريت بيها عشان تبقى قادر تتعلم وقادر تتخطى الموقف ده قدام. هيجي طبعا وقت عليك رغم ان انت كل اللي انت بتعمله ده وبتحاول تشغل وقتك وبتحاول تطلع من اللي انت فيه، هتلاقي نفسك برضك لسه بتحن للشخص ده او كان نفسك ان انت تفضل معاه. انا بقى هقولك تتخطى وتتعافى ازاي. افتكر صحابك اللي اذوك، افتكر اي شخص اذاك اذاك ازاي، افتكر عياطك، افتكر كل حاجة وحشة انت مريت بيها بسببهم، افتكر ايام ما كنت مش عارف تنام بسببهم، افتكر اي حاجة وحشة انت مريت بيها هم عملوها فيك. ساعتها هتقول انا ليه كنت بعيط، هم اذوني، انا كنت بحبهم بس انا كنت ليه بعيط، ما اذوني بعيط على ايه بقى. فانت حاول ساعتها تفتكر الوحش علشان ساعتها هيقله في عينيك، ولما هيقله في عينيك مش هيجوا في دماغك تاني، ولو حتى جم في دماغك هيبقى ان انت ازاي انا بعد ما عملت معاهم كل الكويس ده هم اذوني. انت هتفكر في كده، لكن عمرك ساعتها ما هتفكر انك ترجع لهم تاني او تكلمهم تاني او تصاحبهم تاني او تفضل في حياتهم تحت اي ظروف. فانت دايما افتكر اي وحش هم عملوه فيك علشان تقدر تتخطى كل ده. هتبدأ تتعافى وتتخطى كل ما تفتكر ان هم اذوك ازاي، وتعرف قيمة نفسك. انت طول ما انت بتحب نفسك مش هتسيب حد يأذيك، مش هتسيب حد يوجعك، حتى لو مريت وحد دخل حياتك، صاحبك، صاحبتك، كنت في علاقة تحت اي مسمى بقى، اي علاقة دخلت في حياتك وحد فيهم كان اذيك وانت كنت عارف قيمة نفسك، مش هتدخل الشخصية دي تاني في حياتك. لان انا على طول حط في دماغي وجهة النظر دي، اللي يقدر يأذيك مرة يقدر يأذيك تاني وتالت ورابع، واللي انت هو ما كانش عارف قيمتك او كان بيحبك زي ما انت ما بتحبه، او هانت عليه العشرة، او هانت عليه صحبيتك، او هانت عليه تحت اي مسمى حاجة كويسة انت عملتها فيه، ما يستحقش ان انت تديله فرصة تانية، لان اللي بيأذي مرة هيقدر زي ما بقولك يأذيك تاني وتالت ورابع. فانت طول ما انت حاطط وعارف قيمة نفسك محدش هيقدر يأذيك، لانك انت بالذات لو عارف قيمة نفسك وبتحب نفسك عمر 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 ما هيكون انت عارف ان الشخصية دي اذتني وهتكمل معاها تاني، عمرك ما هتعمل كده في نفسك. يعني انت في العادي خالص لو حد حكالك ان الشخصية دي اذته، انت ممكن اساسا ما تتعاملش مع الشخصية دي. فانت ليه بقى لما حد يوجعك وحد يخذلك وحد ما يقدرش العشرة ويجي يكون عايز يرجعك يرجع لك تاني بعد ما يلاقيك
بقيت احسن، بقيت كويس، اتطورت من نفسك، عملت حاجات كتير كويسة، ليه ترجعه تاني؟ فانت حاول اعرف قيمة نفسك كويس قوي، ولما حد يأذيك او انت تتخذل من حد او تزعل من اي حاجة حصلت لك، اعرف برضك ان الحاجة دي خير ليك، لان ربنا بيعرفك الحاجة دي دلوقتي علشان بعد كده ما تتأذاش اكتر من كده. اه زي ما بقولك، ما انت لو كنت عاشرت الشخصية دي سنة كمان قدام او شهور كان هيأذيك اكتر. ما انت موجود معاه وانت قابل بقى. وارجع وهقولك حاجة تانية، لما انت تكون مصاحب حد ويغزلك او يوجعك او يعمل فيك اي حاجة انت ما كنتش متوقعها ويجي يحاول يرجع تاني، ما ترجعش، لان هو كان صاحبك وانت كنت بتعامله كويس وهو ما قدرش العيش والملح، فانت ليه ترجع له تاني؟ وليه توجع دماغك؟ وليه تأذي نفسك تاني؟ هو انت قدرت تتخطى ان انت حصلك بسببهم بسهولة؟ اكيد لا. فانت ليه ترجع نفسك تاني من نقطة الصفر؟ ما اللي يقدر يعمل حاجة وحشة فيك يقدر يعملها مرة واتنين وتلاتة، انت هنت مرة هتهون عليهم مرة واتنين وتلاتة، اللي يأذي مرة يقدر يأذي اكتر من مرة. فانت حاول في الوقت اللي انت بتكون فيه مش قادر تتعافى او مش قادر تتخطى الحاجة دي، اعمل حاجة انت بتحبها، روح اماكن انت بتحبها، روح انزل حتى كل اكلة انت بتحبها، اعمل اي حاجة انت بتحبها وبتغير مودك ساعتها لما بتعمل الحاجة دي، وتعرف على ناس جديدة هتتخطى وهتنسى. وحتى لو افتكرت الناس دي، كل اللي انت هتفكر فيه ساعتها انك ازاي هم اذوك كده، او انك ما كنتش تستاهل الاذية دي. بس عوض ربنا لما هيجي عليك وهيدخل في حياتك ناس جديدة، صحاب احسن، ناس احسن، هيعوضك بكذا حاجة، هينسيك الوجع اللي انت مريت بيه. اه فعلا هينسيك اي وجع انت مريت بيه، لان ربنا على قد الوجع والظلم اللي انت شفته ربنا بيعوضك خير. وكمان كما تدين تدان، احنا كلنا عايشين في الدنيا دي وكل شخص فينا هيسقى بما سقى. يعني انت اذيت شخص هتتأذى، فرحت شخص هتفرح، وجعت شخص هتتوجع. زي ما انت بتعرف تأذي غيرك، ربنا هيبعتلك اللي يأذيك، وزي ما انت بتفرح غيرك ربنا هيبعتلك اللي يفرحك. فدايما حط في دماغك ان انت اي حاجة هتعملها ربنا هيردهولك خير، هيردهولك. ولو عملت برضك حاجة وحشة في حد هتشوف الوحش زي ما انت دوقت غيرك الوحش. فدايما حط في دماغك قيمة نفسك، واعرف قيمة نفسك كويس قوي، واعرف ان انت مهما مريت بظروف وحشة ان او كان معاك في حياتك ناس وحشة، ربنا بيعوضك بحاجات تانية، ممكن ما تكونش نفس الحاجة اللي انت اتأذيت منها، بس ربنا بيعوضك بحاجة تانية انت محتاجها دلوقتي وبتفرحك. فانت لازم تعرف قيمة نفسك، ولو حد اذاك تعرف ازاي تتخطى الحاجة دي. زي ما انا بقولك، اتعرف على ناس جديدة، اشغل وقتك، روح اماكن انت ما رحتهاش قبل كده، المهم تحاول تخرج من اي وجع او اي حاجة انت فيها، واي ظلم انت تعرضت له او اي وجع انت تعرضت له ربنا هيعوضك بحاجات كتير احسن قدام. وما تزعلش ان انت مريت بوجع او مريت بحزن او مريت بناس في حياتك معرفوش قيمتك، لان هما بعد كده قدام هيعرفوا قيمتك وهيحاولوا كمان ساعتها يرجعوا تاني ليك، علشان ساعتها هيكونوا عرفوا قيمتك وهيكون دخل في حياتهم اشخاص
مش كويسه. فانت دايما حاول تعرف قيمه نفسك. اي حد اذاك هيمر بالوجع اللي انت مريت بيه اللي هو ورهولك يعني. فانت ما تزعلش، واعرف ان كما تدين تدين، ولازم عشان تتعافى من اي موقف انت وصلت ليه او اي حد خذلك او اي حد وجعك، افتكر كويس قوي قوي اي وجع هو عمله فيك. لو هم حتى بيجوا على بالك وكنت لسه مثلا مقدر صحبيتهم او مقدر العيش والملح اللي انتوا كنتوا فيه مع بعض، او مقدر اي حاجة كانت ما بينكم، ساعتها لما انت تكون عارف قيمة نفسك وتفتكر الوجع اللي هم عملوه فيك، هيقلوا قوي قوي في عينيك. لان ساعتها بس هتقول انا ما عملتش فيهم اي وجع او اي خذلان، او انا اللي انا عملته ما كانش ده حصاده. فانت ساعتها بس هتدرك قد ايه ان انت ما اذيتش الشخصيات دي، فساعتها هتعرف تتخطى، لانك انت هتكون قدمت حاجة كويسة وهما قدموا الوحش. فانت هتقول ايه ساعتها؟ انا ما كنتش استاهل ده، فمش هتفكر فيهم تاني. طول ما انت بتحب نفسك، كل ما انت عارف قيمة نفسك، كل ما انت هتعرف تتخطى اي حاجة انت مريت بيها. الحكاية بس في منتهى البساطة انك تحب نفسك وتعرف قيمة نفسك. لو حبيت نفسك وعرفت قيمة نفسك، هتقدر تتخطى اي وجع انت مريت بيه، اي خذلان، اي شخصيات سلبية دخلت في حياتك. بس انت بس طور من نفسك، طور من شخصيتك. طول ما انت هتحب نفسك، طول ما انت هتقدر تتخطى اي اذى او اي وجع. حب نفسك هتعرف تتعافى بجد من اي اذية انت مريت بيها. عيش حياتك وتفائل، وصدقني ربنا هيقابلك بناس هيعوضك على اي اذية انت مريت بيها.